مستمعينا الكرام مع انطلاقة شوطنا السادس عشر والمخصص للجعدان المفتوح، نتابع الانطلاقة ونتابع الصدارة والمقدمة وبداية الشوط وتحدي هذا الشوط المثير الذي يحمل الأعداد المميزة ويحمل الشعارات القوية. البداية أبدأها مع تراب للسيد سلطان بن محمد يوسف العرياني، ثاني المراكز مهاجر للسيد مطر بن حمد بن خليفة آل السمي مع هذا الأداء الممتاز، بينما المركز الثالث مشاكس لراشد بن علي بن خليفة الرميسي، والمركز الرابع يأتينا في هذه اللحظات راهي للسيد سالم بن عبيد بن هيل الخاطري، والمركز الخامس نقلتنا في هذه اللحظات على تواجد الذهب لعبد الله بن حمد القريب العامري. هذه النتيجة والمراكز الخمسة المتقدمة التي تشارك وتندفع مع هذا الشوط، تشارك وتندفع مع انطلاقة هذا العرض المميز بصدارة الشوط. مهاجر اللي هاجر بالناموس، مهاجر اللي هاجر بالقيادة، والمركز الأول للسيد مطر بن حمد بن خليفة آل سهبي. السلام على هذا الأداء المثير والأداء الرائع في القيادة والانطلاق، بينما المركز الثاني أتابع انطلاقة مشاكس لراشد بن علي بن خليفة الرميسي اللي يشاكس مع الانطلاقة الرائعة، يشاكس مع هذه الانطلاقة المثيرة بهذا الشوط. الله الله يا الرميسي على هذا الحضور وعلى الانطلاق المميز، بينما المركز الثالث أتابع الوصول في ثالث المراكز من خلال اندفاعة سراب اللي قادم بقوة للسيد سلطان بن محمد بن سيف العرياني، ما شاء الله أيضا صاحب الصاي المميزة ينطلق مع هذا الشعار، بينما المركز الرابع تابع الذهب عبد الله بن حمد بالقرين العامري، وفالك الذهب يا بالقرين المركز الخامس، وتابع التواصل وتابع نقلتنا على مهلي، والمهلي ما يولي يا محمد يا بن عنبر يا بالذويب العامري ايضا مندفع مع هذا الشوط. الاسماء لا زالت تغييرات بسيطة تحدث على المراكز الخمسة المتقدمة مع هناك انطلاقة الكيلوين متر الباقية، مع الانطلاق الرائع ومع الاندفاع المميز. مهاجر لازال لمطر بن حمد بن خليفة آل السبي، ما شاء الله لازال مهاجر مع الاندفاع الرائع، لازال مهاجر مع الانطلاق المميز بالمركز الأول وبالاندفاع الأول. ومن سيهاجر بالمركز الأول يا الاجتبي المركز الثاني، وأيضا المنافسة والملاحقة والمطاردة من خلال مشاكس راشد بن علي بن خليفة الرميسي. الله الله الرميسي أيضا مع الحضور الرائع ومع الانطلاق الرائع في هذا الشوط. يا سلام وصلوا هالطلايب اتابع القدوم اتابع نقلتنا على انطلاقة مشاكل للسعود بن سيبر محمد الراشد اللي بدأ يتسلل، ايضا كفو للسيد ثاني بن علي بن سيف الضبع الدرمكي قادما مع كفو بشكل رائع، ولكن ايضا مشغل حمد بن خويته بخيت العامري. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء، يا سلام على هذا الحضور القوي من خلال هذه التحديات. 1200 ما تبقى عن خط النهاية، 1200 متر ما تبقى عن ناموس هذا الشوط واندفاع هذا الشوط الرائع. الصدارة والبداية والمركز الأول مع مشاكس المنطلق بصدارة الترتيب، مشاكس للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميسي. لكن دير بالك يا الرميسي، وتابع القادمين وتابع الواصلين مع تحدي الانطلاق. المركز الثاني كفو للثاني بن علي بن سيف الضبع الدرمكي ايضا قادما من خلال التحدي وقادما من خلال المنافسه، مشغل ايضا واصل مشغل لحمد بخويتك بمخيت العامري ايضا قادما بقوه، وتابع وصول هملول عبد الله بن سيف الخدير بن علي العرياني، ولكن شوفوا القدوم مع انطلاقه مشاكل عبد الله بن علي الضحاك الشامسي لا زال يتواصل ايضا
مع هذه الأسماء لا زال يتواصل مع هذه التحديات وهذه الانطلاقة المثيرة، هذه الانطلاقة القوية. شوفوا اللي بدأ يداق الهر، شوفوا اللي بواصل الفهد لمشرش بن سعيد بن محمد الخيار الله الهاجري اللي واصل، وهو تابع أيضا مياس محمد بن سالم بن مكتوب الجنيبي. هذه النتيجة، أعود من جديد، أعود مع مشاكس اللي مسوي بروبلم، اللي مسوي بروبلم مع الشوط، والعريان يهدد والفهد ناصل، لكن يب شوف هناك، شوف الوصول وشوف التدخل من خلال مياس محمد بن سالم بن مكتوم الجنيبي اللي روح بالصدارة والبداية. العرياني من الجانب الآخر ايضا يهدد، ولكن الفهد والعرياني يروح، العرياني يروح بناموس الشوط من خلال هملول، همهلهم هملول وهملهم مع الشوط مع المركز الاول. سلام العرياني زين عبد الله بسيف بن غدير بن علي العرياني على هذا الانتصار وهذا الفوز من خلال الانطلاقه المثيره. ما شاء الله المركز الثاني مشرش بن سعيد محمد الخيارين مع الفهد، والمركز الثالث لراشد بن علي بن خليفه الرميسي، والمركز الرابع لمحمد بن سالم مكتوب الجنيبي، والمركز الخامس للسيد ثاني بن علي بن سيف الضبع الدارمكي. تهانينا والناموس للفائزين والحاصلين على المراكز الاولى المتقدمه بهذا الانطلاق. تهانينا عبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني على هذا الانتصار، الرائع مع هذا الشوط وتحقيق التوقيت الزمني، لحظه مع هملو. سلامي عليك يا العرياني، 6 دقائق 25 ثانيه جزء من الثانيه الثانيه، والناموس للسيد عبد الله بن سيف بن غدير بن علي العرياني. بينما المركز الثاني وصل الفهد لمشرش بن سعيد بن محمد الخياري، قدم عرض مميز كم من عليه. 6 دقائق 25 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا فناموس. بينما المركز الثالث واللي حصل عليه مشاكس راشد بن علي بن خليفة الرميتي اللي حضر حضور أيضا الأبطال مع هذا الشوط. 6 دقائق 25 ثانية، 7 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس.